أحب خلقك بك وبرسولك وأحب خلقك إليك وإلى رسولك وأفرح خلقك بك وبرسولك وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك وأعلم خلقك بك وبرسولك وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وفضلك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب بداية الهداية للإمام الغزالي، وكان يتكلم بعد أن تكلم عن آداب الطاعات، تكلم عن القسم الثاني وهو اجتناب المعاصي، وتكلم عن آفات اللسان، وذكر ثمانية آفات للسان، وهم أكثر من كده، لكن هو ذكر ثمانية آفات وهم أكثر من ذلك، لكن هو اختصر في ذلك الكتاب. وبعدين يتكلم عن آفات البطن، قال: وأما البطن فاحفظه من تناول الحرام والشبهة، واحرص على طلب الحلال، فإذا وجدته فاحرص على أن تقتصر منه على ما دون الشبع. في فرق بين المحرم يحرم أكله، والمشبوه ها يكره أكله، ما يحرمش، لحسن الناس بتحرم كل حاجة مشبوهة، لا ما ينفعش. وبعدين لو الأشياء فيها شبهة كلها يبقى تقلل من الشبهة بس، لكن هتعمل إيه؟ هتمتنع عن الأكل والشرب مطلقا؟ تبقى قتلت نفسك، يبقى وقعت في كبيرة من الكبائر. واحرص على، يبقى لا إيه، كل زمان له فقر. واحرص على طلب الحلال بقدر إمكانك، فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا وجدته فاحرص على أن تقتصر منه على ما دون الشبع، لا تتوسع في الإيه، في الحلال، حتى لا تصل إلى حد الإسراف، فإن الشبع يقسي القلب ويفسد الذهن. أيوة طبعا، البطن الخاوية تلاقيها العقل متقد مضيء مع البطن الخاوية، فلما يمتلئ المعدة ها يخمد نور العقل ويفسد. فإن الشبع يقسي القلب ويفسد الذهن ويفسد الذهن. طيب يعني ايه؟ اوصل لاقل الشبع، او قم وعندك نوع من الجوع، ده افضل. خلاص ها، فان الشبع يقسي القلب ويفسد الذهن ويبطل الحفظ ويثقل الاعضاء، او يثقل الاعضاء عن العباده والعلم، ويقوي الشهوات وينصر جنود الشيطان. والشبع من الحلال مبدأ كل شر، فكيف من الحرام؟ لو شبعت من حلال ده مبدأ الشرور، طب فكيف إذا شبعت من حرام بقى؟ وطلب الحلال فريضة على كل مسلم، والعبادة والعلم مع أكل الحرام كالبناء على السرجين. أمثلة الإمام الغزالي عجيبة. يقول: وطلب الحلال فريضة على كل مسلم، ماشي، والعبادة والعلم مع أكل الحرام كالبناء على السرجين، زي ما يكون واحد بنى على نجاسة ومخرجات الحيوانات. فإذا قنعت في السن في السن فإذا قنعت في السنة بقميص خشن، وفي اليوم والليل برغيفين من الخبز الأسمر يعني الجاف، وتركت التلذذ بأطيب الأدم، لم يعذك من الحلال ما يكفيك، والحلال كثير. لم يعوذك من الحلال ما يكفيك، والحلال كثير. يبقى إيه؟ عايز ثوب كل سنة، ورغيفين في اليوم من الخبز الشعير الأسمر، وتركت التلذذ بأطيب الأدم، لم يعوذك، يبقى تركت التلذذ، لم يعوذك من الحلال ما يكفيك، والحلال كثير. مش هتحتاج لإيه؟ لأي شيء آخر من الحلال. بعد ما تتمرس على كده يبقى نفسك تأخذ على كده، زي سيدنا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه، وزي ما كنا بنقرأ قبل ذلك إن إيه، كان يأكل أكلة عند الإفطار وشربة ماء عند السحور، ومثله كذلك كثير.
من أئمة الإسلام الواصلين. يعوذك من العوز، والعوز ده احتياج، لم تحتج من الحلال إلا ما يكفيك، يعني هذا القدر هيكفيك من الحلال، والحلال كثير، فمش هتتوسع، يعني أنك لو أنت مشيت على كده فلن تتوسع في الحلال، اللي هو الزهد، دي مرحلة الزهاد. فالورع ترك ما فيها شبهة، ما فيه شبهة، والزهد التقلل من إيه؟ من الحلال، الحلال المحض. يعوزك أي من العوز، والعوز الاحتياج، لم تحتج من الحلال غير ما يكفيك يعني، والحلال كثير، وليس عليك أن تتيقن بواطن الأمور، بل عليك أن تحترز مما تعلم أنه حرام، اللي هو يقين الحرمة، أو تظن أنه حرام، وده معنى التورع، أنك تمتنع عما تظن أنه حرام ظنا حصل من علامة ناجزة مقرونة بالمال. أما المعلوم فظاهر، وأما المظنون بعلامة فهو مال السلطان وعماله، ومال من لا كسب له إلا من النياحة أو بيع الخمر أو الربا. شوف سبحان الله، فقيه فقيه رضي الله عنه وارضاه. وأما المعلوم فظاهر، اللي هو إيه؟ الحاجات المحرمة قطعا. وأما المظنون بعلامة فهو مال السلطان وعماله، لأن يدخل فيه شبهة إيه؟ الظلم. ومال من لا كسب له إلا من النياحة، ده حرام، ده قطعا حرام. واحد أو امرأة بتشتغل بالنياحة وبيدوها أجرة على النياحة، فمالها شبهة الإيه؟ المظنون، مظنون الحرمة بعلامة. أو بيع الخمر، من لا كسب له إلا بيع الخمر، أو الربا، أو المزامير، وغير ذلك من آلات الله المحرمة. فإن من علمت أن أكثر ماله حرام قطعا فما تأخذه من يده، وإن أمكن ألا يكون حلالا نادرا فهو حرام، لأنه الغالب على الظن، إلا قاعدة الشافعية اللي ذكرها في الأشباه والنظائر، أن إذا غلبت الحرمة ها أصبح المعاملة مكروهة والتناول مكروه، مش حرام. فإنما علمت أن أكثر ماله حرام قطعا فما تأخذه من يده، فلا، ماشي، على سبيل إيه؟ الكراهة، مش على سبيل التحريم. وإن أمكن أن يكون حلالا نادرا فهو حرام، لو كانت نظرة شديدة، يعني مال الخمار، لأن إذا دخلت شبهة الحل أزالت قطعية الحرمة، اللي هي القاعدة كما شرحناها في الأشباه والنظائر، لا ما شرحناش لسه لكن أعدكم مختصرها، في قاعدة تقول في الأشباه والنظائر إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال، ودي حديث ضعيف لكن قاعدة. قال ويستثنى من هذه القاعدة معاملة من غالب ماله حرام فإنه مكروه مع إيه؟ فإنه جائز مع الكراهة، نص الإمام السيوطي كده. يستثنى من ذلك أن معاملة من غالب مال، معاملة بقى جميع أنواع المعاملات بقى، تقبل منه هدية هكذا، معاملة من غالب مال الحرام جائز مع الكراهة. أما لو الحرمة تعينت أو عمت أو حصرت يبقى حرام. نعم، اللي هو إيش؟ الإمام مين؟ هو قال هنا غالب على الظن، يعني حصل غلبة الظن بالحرمة، يعني كأنه الحرمة عمت عنده أو تعينت أو حصرت. تعرف أن غالب ماله حرام إزاي؟ راجل يعمل بتجارة الخمر، عنده محل يتاجر فيه في الخمور، غالب ماله حرام، واضح؟ واضح. أما من يتعامل مع لا، دي مسألة تانية خالص، دي بحث علمي حديث، ما لهاش دعوة لا يقطع بالربا في شيء، لأن الناس هنا انتشر الجهل في مسألة الربا دي. الربا عند الشافعية كل قرض جر نفع فهو ربا، غير كده مفيش ربا، قرض جر نفع. طيب،
انا تعاملت معاك معامله في الداء، يبقى القرض للجار النافع ده دي احد المعاملات ال25 من العقود الاسلاميه الحلال. خلاص، في بعض العوام وبعض دعاة طلبة العلم من لا فقه له في المبايعات وأنواع البيوع يعتقد أن كل عقد من العقود فسد صار ربا. واضح؟ وهذا ليس كذلك، إنما الربا عند الشافعية قرض جر نفع، اختلط منك شيء حتى ولو كان الشيء ده مش ربوي، اختلط منك ها قنطار من الحديد على أن أرده قنطارين على صفة القرض، أو قنطار ومئة جرام، يبقى ده قرض جر نفع، يبقى ده ربا قطعا ما فيهوش اختلاف. لكن لما تيجي العقود تبطل لا يؤدي ذلك إلى الربا، بل إن ما فيش صيغة عقود أصلا موجودة في البنوك الربوية اللي يقول إنه بنوك ربوية. وبعدين البنوك الربوية نفترض أنها تتعامل بالربا بالفعل، خلاص، وأنها تقرض وتأخذ الربا، لكن هل كل معاملاتها 100% ربا؟ عاملة زي بالظبط ايه، رجل عنده خمارة وعنده بيت بيجيب له ايجار ولو قليل، يبقى ده اختلط مال حرام بمال حلال، وان غلب الحرام يبقى مش على القاعدة ايه معاملة من غالب ماله حرام جائز مع الكراهة. لكن متى يكون بقى حرام خالص؟ اما يكون ليس له مصدر رزق الا الخمر خالص، يبقى متعين 100% خمر حرام، يبقى خلاص ما يجوزش ان انا اخذ منه ولا اتعامل معاه. واضح؟ اذا عمت الحرمه ما 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 يجوزش التعامل، واذا تعينت الحرمه ما يجوزش التعامل، واذا حصرت الحرمه ما يجوزش التعامل. تعينت يعني كل ماله حرام، قصدي عمت الحرمه كل ماله حرام. طب تعينت، يديها مثال في كتب الشافعيه كده، يقول لك ايه، واحد باع ازازه خمر لواحد فقبض منه 200 جنيه وكان عليه 200 جنيه ليك، راح مديك ال 200 جنيه دول لهم، اقول لك ده متعينه الحرمه ما تاخدهمش. طب في نفس المثال يقول لك لو ادخل يده في جيبه 200 جنيه دخلهم، راح مطلع كميه من النقود واعطاك منها 200، حلت لانها لم تتعين، اختلطت ال 200 اللي قبضهم مع اللي في جيبه فحلت بقت حلال لان الحرمه لم تتعين. وقال لا تحصر، قال لك لو في 100 فرخة فيهم واحدة حرام يبقى يحرم الجميع، واحدة مش مزكاة والباقي مزكيات، 99 مزكاة وواحدة بس غير مزكاة ميتة، أقول لك يحرم الجميع. لكن قالوا فوق 300 يعتبر غير محصور، 1000 فرخة فيهم 10 فرخات ميتة والباقي مزكيات يبقى يحل الجميع. يبقى الحرمة إذا لم تتعين حلت، وإذا لم تحصر حلت، وإذا لم تعم حلت. فإذا حصرت أو تعينت أو عمت يبقى حرام. دي القاعدة كده هناك، ماشي، في الأشباه والنظائر. لكن أنا بيمشي على قاعدة إيه الورع، فأنا يقصد هنا ما يقصدش التحريم يعني. نعم، ما الفرق بين إن التقسيط جهاز اسمه بيع بالقسط؟ لا أقصد يعني كيف نميز بين الصياغة، الصياغة أنا أقرضتك ولا بعت لك؟ بعت بالتقسيط مش أقرضتك بالتقسيط. واضح؟ إن أنا أقرضتك بالتقسيط يبقى أنا أعطيتك مال نقد وردته لي مال زيادة، ده أقرضتك بالتقسيط. لكن أنا بعت لك سلعة، السلعة هي اديتها لك كانت ب100 بقت 150، طب ما كل التجارة فيها كده، حتى الكاش أنت مش هتبيع بالتقسيط، أنت شريت سلعة ب20 وبتبيع ب25 كاش، ده الربا؟ أحل الله البيع وحرم الربا. لا تنصرف إلى التقسيط، لا ينصرف إلى الربا؟ لا، لأنه عقد بيع، مش عقد قرض جر نافع، مش عقد قرض، ده عقد بيع. وزي المتأخرين سيدنا الشيخ علي يقول إيه؟ إذا توسطت السلعة يبقى المعاملة ما فيهاش ربا. ممكن تبقى حرام لكن ما فيش ربا، لأن في سلعة متوسطة. أنا ما اديتلكش فلوس، اديتلك سلعة، يبقى خلاص خرجت عن كونها قرض جر نافع. ايوه، ما هو البنوك ما بتشتغلش، بقول لك بتشتغل في اشياء كتير، بتنشئ مساكن وتبيعها، ليها حاجه اسمها ناتج عمليات مصرفيه اللي هي نتيجه رايح تجيب ورقه من البنك فبتدفع 10 جنيه عشان يطلع لك الورقه دي ومختومه، فدي اسمها اذا بيدخل فيه جزء كبير جدا من المعاملات مش ربوي، مش حرام، مش حرام. لا انا اذا اتزنت فلوس في البنك
يجوز. ما هو هنا ده في شبهة بس ليست مقطوعا بالتحريم، وده فتوى ضد الإفتاء، وده البحث العلمي يعني، ده البحث العلمي الدقيق. أنا عامل فيها 15 بحث في المسألة دي، شبهة ربا فقط وليست فيها ربا قطعا، والشبهة غير المقطوع بتحريمه. ماشي. وبعدين شبهة الربا في دليلين أقواي رحمة بالأمة من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، مش راهن درعه عند يهودي، ثبت في البخاري لدرجة الناس خافت تقول لك لا مش في البخاري، أقول له في البخاري ده بنتفق عليه كمان، مقابل ايه 30 صاعا من شعير. طب والتعامل مع اليهود مش مالهم في ربا؟ طيب في ربا وفي ثمن خنزير وفي كل حاجة حرام، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل معهم مع معاملة شرعية صحيحة. ماليش دعوة بقى هو عنده شبهة في ماله ولا ما فيش. الحاجة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الذراع المسمومة من المرأة اليهودية، وبرضه المرأة اليهودية ها بمعنى ايه الشبهة جاية في مالها ولا لا؟ جاية في مالها. ليه؟ نفترض ان المرأة اليهودية عندها شاة وبتتعامل بالربا وبتبيع الخنزير، ثمن خنزير تاكل ثمن خنزير وثمن ربا، وبتجيب بالثمن ده ها علف تعلف به البهائم، يبقى دخل فيها الربا ولا لا؟ شبهة الربا موجودة ولا لا؟ موجودة. فرحمة من أم الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل وقبل الذراع المسمومة من هدية من غير مقابل، فده رحمة بالأمة عشان المعاملات كده، وإلا يبقى مفيش حاجة حلال. ده على عهدهم، ما بالك على عهدنا احنا. ومن الحرام المحض ما يؤكل من الأوقاف من غير شرط الواقف. الله، واحد ما أودي على الفقراء وانت مش من فقراء، لو كلت منه يبقى ده حرام محض خلاص. فمن لم يشتغل بالتفقه فما يأخذه من المدارس حرام، ومن ارتكب معصية ترد بها شهادته فما يأخذه باسم الصوفية من وقف أو غيره حرام. عندهم دعاة صوفية برضو هناك. وقد ذكرنا مدخل الشبهات والحلال والحرام في كتاب مفرد من كتاب إحياء علوم الدين، فعليك بطلبه، فإن معرفة الحلال وطلبه فريضة على كل مسلم كالصلوات الخمس. وأما الفرج فاحفظه عن كل ما حرم الله تعالى، وكن كما قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ولا تصل إلى حفظ الفرج إلا بحفظ العين من عن النظر، وحفظ القلب عن الفكر، وحفظ البطن عن الشبهة وعن الشبع، فإن هذه محركات للشهوة ومغارسها، أي تغرس الشهوة. وأما اليدين فاحفظهما عن أن تضرب بهما مسلما، أو تتناول بهما مالا حراما، أو تؤذي بهما أحدا من الخلق، أو تخون بهما أمانة أو وديعة، أو تكتب بهما ما لا يجوز النطق به، فإن القلم أحد اللسانين، فاحفظ القلم عما يجب حفظه حفظ اللسان عنه. جميل. شوف القاعدة دي، ما تكتبش حاجة محرمة خلاص، وأن تكتب بهما أي باليدين ما لا يجوز النطق به خلاص، فإن القلم أحد اللسانين، فاحفظ القلم عما يجب حفظ اللسان عنه. وأما الرجلان فاحفظهما عن أن تمشي بهما إلى حرام، أو تسعى بهما إلى باب سلطان ظالم، فالمشي إلى السلاطين الظلمة من غير ضرورة وإرهاق معصية كبيرة، فإنه تواضع لهم وإكرام لهم على ظلمهم، وقد أمر الله تعالى بالإعراض عنهم في قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الآية، وهو تكثير لسوادهم. نعم. وإن كان ذلك لسبب طلب مالهم فهو سعي إلى حرام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لغني صالح لغناه ذهب ثلث دينه. ده من رواية ابن مسعود، نعم، مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن مسعود من قوله لفظ: من خضع لغني ووضع له نفسه إعظاما له وطمعا فيما قبله ذهب ثلث مروءته وشطر دينه. طيب،
وهذا في غني صالح، فما ظنك بالغني الظالم؟ يعني الحديث ورد في الغني الصالح. طيب، وعلى الجملة فحركاتك وسكناتك بأعضائك نعمة من نعم الله تعالى عليك، فلا تحرك شيئا منها في معصية الله تعالى أصلا، واستعملها في طاعة الله تعالى. واعلم أنك إن قصرت فعليك وباله، وإن شمرت فإليك تعود ثمرته، والله غني عنك وعن عملك، وإنما كل نفس بما كسبت رهينة. وإياك أن تقول إن الله كريم رحيم يغفر الذنوب للعصاة، فإن هذه كلمة حق أريد بها باطل، وصاحبها مقلب وصاحبها ملقب بالحماقة بتلقيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. واعلم أن قولك هذا يضاهي قول من يريد أن يصير فقيها في علوم الدين من غير أن يدرس علما، واشتغل بالبطالة وقال: إن الله كريم رحيم قادر على أن يفيض على قلبي من العلوم ما أفاضه على قلوب أنبيائه وأوليائه من غير جهد وتكرار. يبقى ده الفرق بين إيه؟ التمني والرجاء. الرجاء معاه عمل، والتمني من غير عمل، فده متمني. خلاص. واعلم أن قولك هذا يضاهي قول من يريد أن يصير فقيها في علوم الدين من غير أن يدرس علما واشتغل بالبطالة، أي بالتعطل، لا ذكر ولا صلاة ولا أي حاجة. وقال: إن الله كريم رحيم قادر على أن يفيض على قلبي من العلوم ما أفاضه على قلوب الأنبياء، على قلوب أنبيائه وأوليائه من غير جهد وتكرار وتعلق. وهو كقول من يريد مالا فيترك الحراثة والتجارة والكسب ويتعطل، وقال: إن الله كريم رحيم وله خزائن السماوات والأرض، وهو قادر على أن يعطيني على أن وهو قادر على أن يطلعني على كنز من الكنوز أستغني به عن الكسب. فقد فعل ذلك لبعض عباده، أي أن ربنا فعل ذلك لبعض عباده، فبيستدل بأنه فعل ذلك لبعض عباده أنهم رزقهم من غير حول منهم ولا قوة. فأنت إذا سمعت كلام هذين الرجلين استحمقتهما وسخرت منهما، وإن كان ما وصفاه من كرم الله تعالى وقدرته صدقا وحقا، فكذلك يضحك عليك أرباب البصائر في الدين إذا طلبت المغفرة بغير سعي لها. والله تعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويقول: إنما تجزون ما كنتم تعملون، ويقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أي الأبرار ببرهم صاروا إلى النعيم، والفجار بفجورهم صاروا إلى الجحيم. فإن لم تترك السعي في طلب العلم والمال اعتمادا على كرمه، فكذلك لا تترك التزود للآخرة ولا تفطر، فإن رب الدنيا والآخرة واحد، وهو فيهما كريم رحيم، وليس يزيد له كرم بطاعتك، وإنما كرمه في أن ييسر لك طريق الوصول إلى الملك المقيم والنعيم الدائم المخلد بالصبر على ترك الشهوات أياما قلائلا. وهذا نهاية الكرم، أن يصبرك على طاعته ويعصمك من معصيته، فده غاية الكرم من الله تعالى ونهايته. فلا تحدث نفسك بتهويسات البطالين، اللي هم البطال دايما، كلمة البطالة إذا أطلقت عند أهل الطريق والتربية الذي لا يشتغل بالذكر ولا بالصلاة ولا بالإيه؟ بعبادة الله تعالى، بخلاف أن يقول بطالة الآن كمصطلح اقتصادي اللي هو لا يعمل، ماشي، لا يعمل في أمور الدنيا. فلا تحدث نفسك بتهويسات البطالين، واقتدي بأولي العزم والنهى من الأنبياء والصالحين، ولا تطمع في أن تحصد ما لم تزرع وليت من صلى وصام وجاهد وليت من صلى وصام وجاهد واتقى غفر له. بل مش كل من صام وصلى، ما بالك بقى اللي ما صلاش ولا صام، مش كل من صام وصلى غفر له، خلاص، بل فما بالك لم يصم ولم يصلي.
فهذه جمل مما ينبغي أن تحفظ عنه جوارحك الظاهرة، وأعمال هذه الجوارح إنما تترشح من صفات القلب. الله الله. فإن أردت حفظ الجوارح فعليك بتطهير القلب، وهو تقوى الباطن. والقلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح بها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد، فاشتغل بإصلاحه لتصلح به جوارحك، وصلاحه يكون بملازمة المراقبة، أي المراقبة لله تعالى. القول في معاصي القلوب، وهنا مفهوم المعنى أنه كل إناء ينضح بما فيه، فكما يقول المصريين لو عنده بلاص أي إناء من فخار فيه عسل فإنه من الخارج ينضح عسلا طعمه حلو من بر، وإذا كان فيه مش أي ما شيء مالح ينضح شيء مالح من الخارج، فكل إناء ينضح بما فيه. فهذا من ترشح، إذا يبقى سوء الأخلاق الظاهرة ناتج عن سوء الأخلاق الباطنة التي هي في القلب، فتترشح الأخلاق الباطنة من القلب على ظاهر الجوارح. فسيتكلم بعد ذلك عن القول في معاصي القلوب التي يترشح منها أعمال ظاهرة فاسدة نتيجة إيه؟ ترشحها عن ما في داخل القلب من إيه؟ معاصي القلوب. ونتكلم في هذا المرة القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يتقيك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة ونفسا قانعة ورزقا طيبا مباركا واسعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويذل فيه أهل الكفر بك، ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح الرعي والرعية، واكشف عن هذا البلد وبلاد المسلمين كل بلية. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ برحمتك أن نغتال من تحتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن وجزاكم الله خيرا. تفضل إن شاء الله. لو في درس أبلغ أستاذ مولانا هناك آخر ليس طريق الإمام الغزالي متعين، هناك طريق زي الإمام مالك ما كان بيذهب للسلاطين وكان يعظهم. فإذا أنا استطعت أن أصل إلى الموعظة بذلك الأمر وألا أمتنع، وإلا من يدعو السلطان ومن يرفع الظلم عن الناس؟ ولذلك كان الشيخ دردير لما تكون فيه ظلامة يذهب بحماره إلى السلطان. يبقى يجوز في طريق تاني. العبرة بالنية هنا، فقد يكون فرض عين عليه، لأن من يدعو السلطان ومن يوصل إليه الدعوة وكيف يدعوه؟ يعني الإمام النووي يقول إيه؟
يقول في من باب النصيحة والنصيحة الواجبة، يقول الدين النصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين، لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فقال عند أئمة المسلمين، وأن في 10 صفات في دعوة أئمة المسلمين، ها، وأن يدعو وأن يأمرهم بالمعروف ومنع المنكر برفق ولين، حتى تصل الموعظة لي فيستطيع. ولذلك كان هارون الرشيد من كبار علماء الأمة، كانوا بيدعوا هارون الرشيد وكان يبكي منه، ولا نتركهم، يبقى حسب المصلحة هنا. فلو ذهب لمصلحة شخصية وهو شخصي يبقى ده حرام وغلط، لكن لو ذهب للإصلاح لرفع الظلم عن الناس، العزة بن عبد السلام كان بيذهب للظاهر بيبرز وكان يأمره وأنهى. إذا حسب النية والاتجاه خلاص، ولا يدع ذلك. يعني إذا ألنت له الكلام، يعني شوف الإمام النووي يقول إيه، وأن يأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر بلطف ولي السلطان، لأن إيه، أنا مقصودي مش إقامة حجة عليه، مش التطاول عليه، أنزلوا الناس من منازلهم. فإذا أنا أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر بلين، بشرط حققت الهدف والمراد وهو إزالة المنكر وتحقيق المعروف والحق، خلاص يبقى ده مراد كبير، يبقى أنا حققت مراد الشارع. أقول له قولا لينا. نعم، ده الفرعون اللي هو قال انا ربكم الاعلى، قل له قل فتح الله.